السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شخباركم شباب؟ عساكم طيبين؟ طبعا مثل ما شايفين ليتس بلاي الحلقة واحد او الحلقة الأولى. أنا كنت مسوي سلسلة ليتس بلاي بعالم ثاني، لكن العالم هذا انمسح وسب الجيل بريك فما كملت عليه، وأنا قاعد انغث الحين من الرندر. أوكي بس لما نجي أسجل كذي يصير، ما أدري ليش. أوكي طبعا ليتس بلاي على العالم قديم، أنا قبل يعني قبل هالمرة مسجل فيه حلقات، بس انه يعني مو مسوي سلسله، كنت انزل فيه مقاطع مختلفه ومقطعه خلينا نقول، فراح ابلش فيه سلسله بهذا العالم ليتس بلاي. مثل ما شايفين عندي سبونر هني، بيت صغير. البيت هذا هم قبل سويت له شرح للي يسال عنده، سويت شرح حق البيت هذا، وراح احط ان شاء الله رابط بالدسكربشن. ما ادري اذا هو شرح كامل او نص الشرح، ما اذكر صراحه، لكن اللي راح نسوي بالحلقه هذه اليوم راح نكبر حظيره الخرفان، راح نوسعها شوي ونزوجهم. طبعا مثل ما انتم عارفين بالتحديث اللي طاف او بالتحديث الاخير صار بامكاننا احنا نزوج الحيوانات سواء من خرفان، بقر، خنازير او بط. طبعا الخرفان والبقر بالقمح، الخنازير مكرم السامع بالجزر، اما البط فتزوجه بالسيدز اللي هما بذور القمح. فثواني قبل كل شيء، قبل ما اعدل على الحظيره، نبي ننزل تحت او ابي انزل تحت احط اغراضي اللي وياي، الديرت والساند والكابلستون وكل شيء والماينرلز اللي توني خذيتهم. اوكي سون، طبعا كنت نازل كيفين قبلها، او مو كيفين يعني، بس نازل احفر ادور الماس، ما حصلت شويه ايرون والباقي كله ريدستون. مثل ما شايفين عندي ريدستون وايد صراحه. طبعا كنت اول مسوي ريتش مضاعفه المعادن بهذا العالم، بس قطيت كل الدايموند يعني عشان لا يقول اللي عشان لا تقولوا ان انا قاعد اغش بهالعالم، لكن استعملت الدايموند وقطيته. بعدين كنت مسوي شرح حكم، وان شاء الله راح اسوي شرح ثاني باذن الله، راح اسوي شرح مضاعفه المعادن. قولوا لي اذا تبون اسوي شرح مضاعفه المعادن حق هذا التحديث، وتقريبا يتشابهون كل التحديثات يتشابهون. خلونا نحط الديرت الحين وناخذ الفنس ديرت هذا مكان، خلونا نحط الديرت. معليش طبعا اذا كان صوتي تعبان شوي، لكن عارفين شتاء وامراض وكذي، ف لويا شوي. اوكي خلونا نحط الحين الريدستون. نحط الريدستون، نحط الكول اللي ويانا، حلو. نرد الريدستون الحين، نحط بعد زياده. اوكي نحط الايرون اللي ويانا كذي. كافي الحين، صار عندنا مكان. ناخذ بالود، ناخذ الفنس اللي عندنا 24 100 100. شنو نبي قمح بعد؟ خلنا ناخذ من هني القمح، اذا عندي، ما اذكر اذا عندي او لا. اوكي عندي 5 ما يكفون، لكن برد اسوي من برا. فانا عندي شرح اللي هو شلون تسوي الدايز او اللي هم اللي يصبغون الصوف بالقناة قبل، لكن بتحديث قديم. فالحين بعد فترة ان شاء الله راح اسوي شرح ثاني، راح اعلمكم شلون تجمعونهم او شلون تسوونهم. طبعا اللي يسال عن الاسود، اللون الاسود هو مو موجود بالتحديث حاليا، موجود بس بالكرياتيف، بالسرفايفل مو موجود، لانه اصلا اللي هو الانك اتوقع انه حبر او شيء كذي، لكن اللي نطلعه من البي سي بالاخطبوط طبعا هو مو موجود بالبي اي لحد الان. وهم في شغله ثانيه بعد مو موجوده، اللي هو الكوكو بينز او شيء كذي اسمها، مو موجوده بالسرفايفل حاليا، بس بالكرياتيف. ففي اشياء لحد الان بس موجوده بالكرياتيف، مو موجوده بالسرفايفل. حلو 100 100. الحين خلنا نوسع شوي، نحط فنسز. اوكي كنا راح يصير زحمه، بس شو نسوي بعد. اوكي نحط لنا كم واحده هني. اوكي كذي زين، انا احس انه صار ضيق صراحه، ما ادري ليش، بس ان شاء الله انه يكون مو ضيج. خلنا نشوف. لا زين زين، انا اشوف انه زين صراحه. نقولوا اذا زين او ضيج عشان تغير مكان او شيء. اوكي الحين راح ندخل مره ثانيه. نشيل الفنس ونشيل الديرت هذا. خلنا نشيل الديرت اول شيء، معلش اذا تسمعون صوتي للايفون. اوكي نوسع الحين، نشيل الفنس عشان بس يا همج نطروا الحين، كلكم تطرون والله، كلكم تطرون، نطروا بس شوي. يا ليل التبن، يا ليل التبن، ما احب الحركه هذه اللي قاعد يشيل بلوكات وينزلوني الخرفان. يا حبيبي
والله بخليكم، والله بخليكم تطوفون، خلوني بس اخلص اشيل الفنس الحين. استغفر الله العظيم. اوكي شيل الفنس، نكون كذي خلصنا وكبرنا الحظيرة او اللي تسمونه ما ادري شنو هو. يا الله سوا سريع نشيل نركب. انا سويت والله اللي يطلع والله اذبحه عمالي بعد. خلوني تعفس الدنيا والله العظيم. زين واخذه خلاص، واخذه واخذه ابو شكلكم حلو. مثل ما شايفين الحين كبرتها بلوكتين لورا، بس يعني مثل ما شايفين صار المكان وسيع حيل عن اللي طاف. بعدين بعدله طبعا، ما راح اخلي الاصفر هذا، الاصفر والاخضر اذا كان عندي اخضر، الاصفر والبرتقالي ما احتاجهم، ف بس بغم والبادي احمر. طبعا شلون تسوي الاحمر؟ تسويه من الفجل. اول كنت تطبخ المشروم، الحين تسويه من الفجل ويطلعوا لك، او تروح الكرافتنج تيبل طبعا و تطلع الداي هذا. وبالنسبه للداي الاخضر من شو اسمه، تطبخ الكاكتوس او الصبار. بالنسبه للازرق، الازرق يجيك من اللابز اللي تلقاه عند الالماس اللي هو الازرق. راح اسوي شرح ان شاء الله، راح اسوي شرح. اوكي بدنا نزرعهم وناخذ القمح الحين. فانا ما ادري يعني حاليا، انا مو قاعد استفيد من الخرفان، بس قاعد ازوجهم. للحين ما شلت الصوف، فاحتمال اني بعدين اشيل الصوف مالهم، بس ام لازم اصبغهم يعني بالوان انا احتاجها، مثل الاسود مثلا، الاحمر، انا ما ادري احتاج شنو الحين بالضبط، لان حاليا انا مو محتاج صوف، بس يعني حق بعدين اللي بنيت، اللي بغيت ابني شيء كبير مثلا قصر ولا بيت ولا شيء، واحتاج احط فيه مثلا صوف او هذا، فاستعمل الصوف هذا. طبعا بالنسبه للكاربت او السجاد، السجاد بالسرفايفل ما في الا اللون الاحمر، الالوان الثانيه مو موجوده، ما تقدر تسويها. فهذا ايضا شيء من الاشياء اللي بس موجود بالكرياتيف، مو موجود بالسرفايفل بالتحديث هذا، ان شاء الله انهم يضيفونه بعدين بالتحديثات الجايه. اوكي يا حبيبي نبي نزوجكم الحين، شلون يعني؟ المشكله اضغط عليهم بس ما يتزوجون، لان ما ادري اللاعب مو ثابت ولا الخرفان ثابتين. يا اخي وخروا وخروا، اذيتوني، مو كيف الواحد يزوجهم قسم بالله. وخروا وخروا وخروا، لا اذبحك وخروا بروحك يا صفر. يعني انت صغير ايش تبي بالقمح؟ وخر يا اخي، مو راضي يتزوج هذا ولا هذا. اوكي هذا تزوج، حلو تزوج اللي وراه كنا. اوكي هذا مع هذا مثلا، اخ مسخرتوني والله، مسخروني الخرفان. اوكي نكتفي بهذا العدد وبس، كافي الحين. شوفوا شايفين الرد صار زحمة، هذا شيء انا ما احبه يعني، بس شو نسوي. بس ما عندي شيء اسوي بهالحلقة، يمكن اكبر بعدين مزرعة، مو مزرعة عفوا، مكان البقر هني. وقولوا لي اقتراحاتكم اذا زين كذي حجمه، ولا غير مكان مكانهم، ولا شو اسوي بالضبط. فبس هذا كان المقطع، اتمنى ان اعجبكم، يا ليت تضغطون لايك المقطع، وكم شكلكم جدا جدا جدا. اذا ضغطتون المفضله لا تنسون تشتركون في قناتي اذا ما كنتم مشتركين. شكرا للمشاهده، مع السلامه.